متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء في هذه الانطلاقة وشوطنا 23، شوط خاص بالإبكار اللقاية. نتابع هذه الانطلاقة و60 اسم مشارك معنا في هذا الشوط. تابع البداية وأسير هناك مع الصدارة وأول المراكز مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري هنا مع أول المراكز وصدارة هذا الشوط. ثاني المراكز وتابع مزون سالم بن حمد بن محسن الغيثاني المري، وثالث المراكز من الجانب الآخر وتابع خيرة هناك أيضا، ولكن من غيرت وانطلقت إلى ثالث المراكز هتاف سعود بن نايب بن متعب بن عميرة هناك أيضا ينطلق مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، ورابع المراكز وتابع القدوم في هذه اللحظات نوادر محمد بن ناصر بن محمد المنصوري هنا قادم مع انطلاقة نوادر، ولكن القدوم من في ناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي هنا من تصل مع رابع المراكز وخامس المراكز وتابع القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعين الكرام، العبور راشد بن محمد بن راشد المري هنا قادم مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع نوادر هنا مع مقدمة الشوط محمد بن ناصر بن محمد المنصوري هنا مع البداية والصدارة في هذه اللحظات. ثاني المراكز أتابع ثاني المراكز أتابع من تغير مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط اهتاف سعود بن نايب بن متعب بن عميرة العتيبي هنا من ينطلق على البداية وعلى الصدارة، وثاني الأسماء من الجانب الآخر. أتابع الجزيرة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفلاني المري هنا قادم مع انطلاقة الجزيرة، رابع الأسماء. أتابع من الجانب الآخر مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، وخامس المراكز عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية هنا من يصل خامسا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. هكذا النداء متابعين الكرام، أعود إلى هتاف هناك على مقدمة الشوط الله يا بن عميرة هناك مع انطلاقة البداية والصدارة، سعود بن نايب بن متعب بن عمير العتيبي هنا مع مقدمة الشوط وانطلاقة هتاف هناك على البداية والصدارة. ثاني المراكز الجزيرة، وصلت الجزيرة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء وتابع نوادر محمد بن ناصر بن محمد المنصوري، ولكن الهجوم بدأت الأسماء بالاقتراب هناك من الجانب الآخر، وتابع التدخل من عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية هنا من يصل ويغير بدوره من مركز إلى مركز، ولكن القادمة وتابع القدوم هنا في ناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي، وصلت الأسماء والقدوم من الهايلة فرج بن صالح بن سالم آل مشروم المري هنا بدأ أيضا بالانطلاق، بدأت الأسماء بالاقتراب هناك من خلال هذه اللحظات. أعود هناك مع شعار بن مرهية هناك يغير على مقدمة الشوط مع البداية مع عدالة على الصدارة، عبد الله بن حمد بن سعيد بن مرهية هناك مع مقدمة الشوط والبداية، ولكن أتابع القادم وتابع الوصول من الفائزة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، وهنا القدوم من في ناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي هنا قادم مع هذه اللحظات مع ثالث المراكز، رابع الأسماء هنا بن عمير مع رابع المراكز وخامس المراكز مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. الله يا الأسماء، بدأ الهجوم، بدأت الأسماء بالاقتراب هنا مع الكيل
الحلو الأخير، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط مع عدالة على الصدارة على مقدمة الشوط. ركز يا بن مرهية، عبد الله بن حمد بن سعيد بن مرهية هنا مع البداية، ولكن من غيرت من الجانب الآخر؟ الفائز محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري هنا قادم، ولكن أتابع الأسماء، أتابع القدوم، وصلت الأسماء، وصلت السعرات هناك من الجانب الآخر، أتابع وصول وانطلاق في هذه اللحظات. وصلت صملة محمد بن صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي هنا يصل مع صملة مع ثاني المراكز، ولكن الله الفائزة على الصدارة، الفائزة على مقدمة الشوط، عدالة هنا قادمة مع ثاني المراكز، ولكن نبا وصلت، وصلت نبا هنا مع هذه اللحظات. يا مرحبا بنبا هنا، من تصل مع هذه اللحظات؟ صاحبة العوائد، صاحبة الإنجازات هنا تغير على مقدمة الشوط. علي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي هنا يذهب بناموس هذا الشوط، يقدم نبا هنا مع هذا الخبر أيضا المفرح، هنا صاحبة عوائد وفي رصيدها سيارة هنا مع هذه اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لعلي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. ثاني المراكز الفائزة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، وثالث المراكز ثالثا العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، ورابع المراكز كان الوصول من عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية، وخامس المراكز خامس المراكز موقفة لسلمان بن فلاج بن ناصر المغيري العتيبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى، أتت نبأ بهذا النبأ اليقين أيضا وهذا الفوز المستحق من خلال أيضا هذا الانطلاق. 6:21 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من الفائزة 6:21 و7 من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، وثالث المراكز ثالث المراكز وصلت العنود 6:22 وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، تهانينا والناموس للجميع.